بلا اشكال بانه حاله الصراع في الانبار ومناطق اخرى من المناطق الغربيه خلينا واضحين تتصاعد يوما بعد اخر لسببين اساسيين واسباب ثانويه اخرى. السبب الاول هو انه هنالك تغيرات في التمثيل السني في معادله السلطه في الحكومه الاتحاديه، في المناصب، في المواقع. بعض الشخصيات من هذه المحافظات من هذا الطيف السياسي يتم اقصائها استبدالها والمجيء بشخصيات من تيار اخر او من احزاب اخرى. هذا اولا. هنالك حاله تبدل في المناصب وحاله تغير وتعديلات في معادله السلطه. المساله الثانيه يوجد تاثير على الاطراف السنيه حاليا من اطراف سياسيه وغير سياسيه، جماعات مسلحه على الانبار من خارجها، وهذا الامر سوف يتصاعد مع قرب الانتخابات الانتخابات المحليه والانتخابات البرلمانيه. اما بالنسبه لما وجه به وقرر به رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، فكان سابقا ايضا تم وضعه في الاتفاق السياسي الذي تشكلت على اساسه تحالف او ائتلاف اداره الدوله، ومن ثم تشكلت الحكومه. لكن هذا ليس بشيء جديد، في كل الحكومات السابقه وضعت هنالك معالجات لمشاكل المناطق الغربيه كالمخبر السري مثلا، العفو العام، المخفيين قسرا، قضيه جرف الصخر، ولكنها لم تعالج. فمجرد التوجيه ومجرد الاشاره الى مثل هذه القوانين، هذه القرارات، ليس بذي اهتمام وليس بذي منفعه، ان لم يكن بالفعل وضعت اليات لتطبيقها. نعم. او هذا القانون الذي يصبح قانون ويجب ان يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء وداخل مجلس النواب، هو خطوه ايجابيه، ولكنه ايجابيته سوف تكون مرهونه بتطبيقه فعليا على ارض الواقع.